يعني ايه مثلا اكتر حاجه لفتت نظرك؟ هل لاتن امريكا لانهم قريبين مننا مثلا، اسبانيا، ولا رحتي ناحيه ايه اللي شدك قوي؟ ناحية جنوب أفريقيا أكتر، هم قريبين مننا أكتر ولذاذ، وشخصياتهم قريبة من المصريين شوية، وإن أنا كونت صداقات كتير لحد دلوقتي يعني بنتكلم. طب استني، لحد دلوقتي يعني معناته، طب البنات اللي كونتي معاهم صداقات، منهم حد كسب؟ اه، ميس كندا كسبت، ميس فنزويلا كسبت في مسابقة ميس ايرث، لسه يعني كل دول كلهم معايا على الفيسبوك يعني. كويس. وهم فين دلوقتي؟ يعني انت واضح انه انت دلوقتي بتعملي ايه؟ كلهم برضو حامل واللي كله خلفت حامل؟ دلوقتي اه كله نفس السن. الشلة كلها. طب يعني انتوا اتجوزتوا في سنين في قريبة الوقت من ده؟ بعض؟ ايوه. كلكم. طب انت، طيب ماشي، وبعدين احكي لي بعد كده رحتي الباسيفيك. اه، دي 2013، دي كانت اخر مسابقة اروحها عشان تميت 27 سنة ساعتها، فكان آخر سن. فطلعت الوصيفة الأولى، واللي كسبت ملكة جمال الهند. طب اشتغلتي ايه بقى بعد كده، ولا فضلتي بس فضلت بتعملي؟ في عروض ازياء وتصوير، اعلانات ومجلات لا، ما يعني اشتغلتش حاجه خلت تانية. ده كان كل بقى النشاط بتاعك فعلا. وقابلتي حبيبك فين بقى، في المجال نفسه ولا فين؟ لا، بره المجال. بره. اتجوزتي بقالك قد ايه؟ سنه ونص. يا حبيبتي انت تعنونة. طيب انت بقى يعني عايز وجهة نظرك في الجمال بقى عموما، لانه الجمال واضح انه الفكرة العامة عن الجمال اللي الناس اللي احنا تربينا عليها طول عمرنا طرطشت بحاجات، يعني الفكرة نفسها ما بقتش واضحة الوضوح اللي احنا تربينا عليه. أيوة. فانت فكرتك ايه عن الجمال بالظبط؟ انه الجمال ده بيجي من جوه، من الروح نفسها، من الشخصية اكتر من الجمال البراني. يعني انا مثلا بعد افكر، هو انا بعد سنين طويلة بعيدا عن المسابقات ملكات الجمال وعروض الازياء، الاقي نفسي لا، انا يعني هيفضل جمال اللي جوايا اكتر من اللي برايا. برايا ده هيقل، بالذات لما الواحد يخلف بقى وكده. لا لا، انا ان شاء الله يا اختي تبقي حلوه. انت على طول الرياضه والبتاع؟ انا على طول بعمل رياضه حتى لحد دلوقتي طبعا، الحمد. وفي رياضه حمل معروفه يعني أيوه. جدا. نورتيني. ميرسي.